وما عندنا مشكله، انا مش بينت الحق ان جبت اكل باكل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء محارب لخيبر، محارب شايل سيف، اليهوديه جابت له زراع مشوي اكلوا النبي عليه الصلاه والسلام واكلوا معه صحابه لحد ما منهم من مات. قبل الهديه لكن جاملوا، ما جاملوا في العقيده. انت الليله خليك ثابت على مبداك، قول لا شيخ الامين انت جيتنا زياره هاي اقعد وباكرمك وتاكل وتشرب، لكن بنظف لك العقيده اول. دعاء غير الله شرك، الاستغاثه شرك، كتب الطريقه المكاشفيه كتب ضلال، واللي بتسوي فيه انت ده غلط، في كذا غلط، في اختلاط الاولاد والبنات غلط، في المدايح اللي بتعملها غلط، كله ده ما بجوز شرعا. نحن سودانيين في النهايه ضيفنا ده ان نزل عندنا بياكل وبيشرب وبنكرم ضيفنا، لكن ما بنجامل في عقيدتنا. قبل كده احنا مشينا لواحد في البطانه هناك، شيخ صوفي كبير، اول حاجه قعدنا معاه اتناقشنا في العقيده بالكتب، وبينا له ضلال التصوف وعقيدته الباطله، نقاش لحد ما انقطع وقف. دي عقيدة المتيمية. الآن انت بتطعن في المتيمية بجريدة وبكلام منقول عن ناس تانين، ما بنتيمية ده كتاب المتيمية رسول مجلس تنادي عشان ما تدعي عليه وساي. شيخك ده نسبه لنفسه قال إحيائه للأموات هو اللي بيحيي الموت، ودي أنا مشكلتي معك. قال ومن ذلك أنه لما دخل مدينة سنار قدم عليه القضاء والعلماء وركان الدولة وقالوا له نريد أن تحيي اللي بيحيي منه هو اللي الله هنا هنا ده هنا هو جيب هنا سؤال تعال اقرا هنا تعال اسمع تعال يا شيخ تعال تعال اقرا هنا تعال تو كلامك ده صح، هو اللي بيحيي الموتى. بس قال من كلامه من رآني ومن رأى من رآني إلى ثلاثة وفي رواية إلى سبعة لم يحرك بالنار، ده شرك وضلال وافتراء على الله عز وجل، ده افتراء والأمر لله. ما للزول ده يعني شافه يدخل الجنة، يلزم من الكلام ده إنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في ناس شافوا الرسول اللي أفضل من الزول ده وأفضل من جميع الخلق، في ناس شافوه وبعد خشوا النار. ما بنتفلسف زي الصوفية، الصوفية ضيعوا الدين وضيعتوا السودان ده وضيعتوا عقائد المسلمين بالتأويل الفاسد. ما في نص من نصوص الصفات السلفيين بيصرفوه عن ظاهره من غير قرينه في السياق اصلا، ما وتحدات تجيب اي حديث. وهذه شايف كتب السقاف عندك وكتب الكوثري من الضلال الصوفيه من الناس الافسدوا الدين وافسدوا على الناس عقائدهم، جيب اي نص من ذلك. قال استوى تكون بمعنى استولى، واستوى تكون بمعنى تم، واستوى تكون بمعنى نضج. شوف استوى اذا جاءت مجرده ما معده بحرف من الاحرف بتكون بمعنى النضج والكمال، فلما بلغ اشده واستوى، استوى ساي هذه بمعنى النضج والكمال، واستوى بمعنى تم ايضا، واستوى بمعنى على بتكون اذا عديت بعلى، يعني لو جت استوى على ما بتكون بمعنى النضج والكمال. وتحداك جيب لي من كلام اللغه من لغه العرب، جيب لي انه استوى على تكون بمعنى النضج والكمال، ما جيب لي من القرون المفضله انه استوى بمعنى استولى، استوى على بمعنى استولى. ده تجي لي الشعر استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراب، باطل ده باطل مردود. ليه؟ لانه ده بيلزم من لماذا؟ عقيدة باطلة، ده بيت منسوب للأخطر، والأخطر لازم منسوب له نسبة للأخطر، والأخطر نصراني، تعرفتك بشيله من النصارى؟ نصراني مسلس. ابن تيمية قال ضل في اللغة كما ضل في عقيدته، كتاب الإيمان هو لا يجيب كتاب الإيمان لابن تيمية، البيت ذاته ملفق، بيت ذاته منسوب للأخطر، والأخطر نصراني، وأنتم ده تقولوا جيبوا عقائدكم والوهابية يمشي من اليهود، يمشي من اليهود احنا يمشي من النصارى أنتم، تخلي تفاسير السلف كت وجيب من الأخطر، شوف يا أخوانا زول يعرفكم الله. ده من الكرامات، كرامات الأولياء، يقول أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف والموصوف شيخ الطريقة دي، ده ضلال ما بعده ضلال. وكفر ما بعده كفر، ولو ده ما كفر يبقى تاني خلي اي ذو يعمل اي حاجه والناس كلها تخش الجنه، وابليس ذاته يخش الجنه، لانه ابليس قال كلام احسن من كلام ابليس، احسن من لانه قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وده يقول انا الواحد الفرد الكبير بذاته، انا الواصف الموصوف شيخ الطريق، ده ضلال ما بعده ضلال، كفر ما بعده كفر. وانا اقول لك نصيحه لوجه الله عز وجل، ونحن طالبين المقام لوجه الله عز وجل، والله ما تخلي دين التصوف ده، والله ما تستغل لك انت ولا الناس اللي معك، وما تضلل المسلمين، وانت زول الان الناس كلها بتنظر لك باحترام، انت زول طبيب وزول ممكن الناس يتعلموا منك ويستفيدوا شيخ طريقه. انت الان انت نصيحتي لك لوجه الله عز وجل تترك الكلام ده كله ودينك الصوت تخليه والبدع والخرافات
والشركة في بين الصوفية تخليه. أول ما انتهى منا نحن طالعين دبي طبيعة حاله هو وطبيعة أهلنا نحن البن عارفة عندنا الكرم والاحتفاء بالضيف وغيره. قال والله ما تمرقوا من هنا لا تأكلوا أكلنا. وجو الناس يالين الأكل وداخلين بيو. فبعد ذاك نحن من راعي لمسألة مصالح ومفاسد وموقف الناس المساكين الحوالين وديل من راعي لأشياء كثيرة جدا وما عندنا مشكلة. أنا مش بينت الحق إن جبت أكل باكل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء محارب لخيبر محارب شايل سيف. اليهودية جابت له زراع مشوي أكلوا النبي عليه الصلاة أكلوا معه صحابة لحد ما منهم من مات. ما في مشكلة. انت الليلة خليك ثابت على مبدأك والحق تقوله. والزول جاك داخل ده قل له كلام واضح. قل له يا شيخ الأمين انت جيتنا زيارة هاي حبابك اقعد وباكرمك وتاكل وتشرب لكن بنظف لك العقيده. اول شيء بنظف العقيده. دعاء غير الله شرك. الاستغاثه شرك. كتب الطريق المكاشفيه كتب ضلال. واللي بتسوي فيه انت ده غلط في كذا غلط في اختلاط الاولاد والبنات غلط في المدايح اللي بتعملها غلط. كل ده ما بجوز شرعا عرفته. بعد تاني اكل شرب اي حاجه ما فرقت لكن ما بنجامل في عقيدتنا. والله الليلة لو انت قبلت بيده وقبلت بالكراتين دير ودخلتين ما في اي مشكلة. واول ما جيت قعدت وعملوا جلسة بيناتكم كلمة عندك وكلمة عنده قلت له نحن عندنا العقيدة اهم حاجة. تدعو الله براو ودعاء غير الله شريك. والشيوخ لا بينفع ولا بضره ولا بجيبوا حاجة ورزقنا عند الله. لو قلت لك كلمات في العقيدة قوية وانه دي مبادئ عندك وانت دار تجر رزول عشان يجي عليها والله يزول يشكرك. تقال المشكلة في كونه أزول يقبل لها هدية ولا ما يقبلها زي ما الناس يجوا بعد شوية يتفلهموا. أنا من خلال يعني تواصلي معك في الفترة وجيزي عرفت إنه الشيخ طبعا عنده خلاف ذاته مع صفية وعنده وجهة نظر عشان كده أنا ما أحكم عليه بالفكرة الصوفية. الشيء جاي في الأيام دي أنا ما بعرف لكن أقول الشيخ بعرف. وقال له الدين الفاتحة. قال لا 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 الدين لا انت يلا اكرمنا كذلك الفاتحة. الدين انت الفاتحة. يعمل خلوة هنا يألف شنو؟ يألف الدروب. صحيح 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 الفاتحة. نحن نسألك بعظمة الإلهي والسلام والرحمن. طيب مدام هو بيقى الشيخ انتب لما ندي الفات انت تاني شغلك شنو اصلا؟ انت وظيفتك شنو؟ لما اندل بيجيك من هناك بيقول لك نحن ماشيين بنفس الشيخ ماشيين بنفس الشيخ. الشيء جاي في الايام دي انا ما بعرف لكن اقول الشيخ بعرف. يعني عقيدة باطلة لدرجة انه حياته هو مرهونة للشيخ بنفسه. وانت بعد ده بتقول للدين الفاتح تاني في شنو؟ يا اخواننا مسألة الولاء والبراء في الدين ما بتزول الا يتغير الزول ده الجايك ده يتغير هو ده جاك بعقيدته بصمته لبسه ما غيروا له لابس اخضر زي ما هو شايل سبحته زي ما هي حتى في الدعاء بتاعه بيدعو بالفاتحة اللي بيسموها النارية. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد به العقد وتنفرج به الكرب وتوضع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستزى الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك. ده ما يهو الشرك ذاته. انت دار تقول احنا دار ندعم الخلوة. الخلوة بتدعم ليه؟ عشان يقرأ قرآن. ليه؟ القرآن ذاته بيقولوا ليه؟ عشان تخش الجنة صح؟ هاي بالعقيدة دي ما بتخش الجنة ولا فائدة من قرايتك للقرآن. ربنا نزل القرآن ده من أجل العقيدة من التطعيمانات وكذي مخلوع. ما تقول له ما بجوز بيشيل الشعيرية خليه يشيلها يرفعها في البوكس زي ما هي رجعها طوالي. التوحيد ده انت في رقبتك ما بتعرفه تدعو تلت 40 سنة من الدعوة إلى التوحيد. يا أخي الأربعين سنة ديل انت ما فهمت انه الشعيرية دي كان ما جابها ده ممكن الله يجيبها. الله كان كاتبها لك بتجي يا أخي. أجابرك شنو؟ تزل العقيدة وتزل الدعوة لدرجة انك انت توصلها لانك تشحد من عدوك من عدوك تشحد وقرقرقر بضحك. قال لنا تاني حندعمك وأنا جاهز يا شيخ محمد لأي دعم. أسجلناه ده وقدره 10 مرات وإنت ما بتقصر ومرة أقولك من الصالحين بيت كرتونتين لمجمع الرشاد الإسلامي وهي معروفة وطبعا هذا دعم الصالحين الناس. لا إله إلا الله. والله رخيصين لكن اولادك اللي انت بتقرنهم في الخلوه ديل تاني حتقرنهم شنو؟ توحيد. توحيد يا تو حقك انت ولا حق بيت المال؟ ما هو كله قالوا بيقوا توحيد وقال لي ذاته ما في فريق بينات. كتابنا واحد قبلتنا واحد ونمشي الحرم بنصلي ورا امام واحد ورسولنا واحد ما في اي فرق بينات. الشيخ محمد مصطفى عبد القادر الرجل له مكانته ورجل غايه ورجل استاذ. فلو تقابلنا انا وهو في عمره او في حج امامنا واحد والهنا واحد وصلاتنا واحدة وطوافنا واحد. فيا أخي من العيب ومن القباحة بمكان ومن السذاجة التامة كون انت زول عندك معاه خلاف في العقيدة وفي التوحيد وفي الإيمان بالله يجي داخل عليك ويجيب لك كرتونتين بتاع الشعرية تقعدوا خلاص تصافوا وتقولوا كأنه ما في حاجة حصلت. يعني الموضوع كان في الشعرية ولا شنو؟
يا اخي ده زود في العقيده بطريقه ما عاديه اصلا. تبيعها بكراتين شاحنينها في بوكس قديم مكسر، تبيع عقيده انت زي ما بتزعم شغال بتدافع عنها 40 سنه ولا 30 سنه على حسب زعمك، معناه انت 30 سنه ما لقيت زول يدفع كويس بس، وفي النهايه دفعوا لك الكراتين دي وبعتها.